وفي هذه اللحظة أتاها من أتاها من الخلف وأطلق عليها رصاصة أصابتها في رأسها وأردتها قتيلة في الحين. فكانت هذه المؤامرة الخامسة والأخيرة، وهكذا تمت تصفية الشهيدة توريا الشاوي. فقد اغتيلت أمام أنظار أخيها الذي ظن أن شخصا ما كان يمازحهما في جو احتفالات الفرحة بالاستقلال، وما استوعبش الكارثة إلا بعد صراخ أمه الهستيري اللي شافت المشهد من شرفة المنزل. هذا المشهد اللي كان مروعا فقد انحنى رأس الشهيد.